عذر حمد بن محمد الدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله مساءكم وطابت أوقاتكم بكل خير وبركة. بداية أشكر زميلي سعد العتيبي وأهني الفائزين في الأشواط الأولى الرئيسية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز الشحانية وعلى فوز الوعب بالأشواط الأولى الرئيسية في هذا المساء، كما أهنئ سالم بن فاران المري. مشاهدينا الأعزاء، ثاني أشواط الحيل انطلق قبل قليل وانطلقت المنافسات القوية والشعارات التي لها صولات وجولات على أرضيات الميادين الغارية، تحتل المركز الأول وتنطلق في هذا الشوط. في هذا الشوط شعار الشحانية وشعار الوعب من فاز قبل قليل عاد مرة أخرى على ظهر الغارية المملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني المضمر سالم بن فاران المري. ننتقل إلى المركز الثاني، من أخذت تتقدم كودة. إذن المركز الثاني لسعادة الشيخ، لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني المضمر حمد بن هليل بن حمد بن عبد الهادي بن هليل. يا بن هليل، نتمنى إعطانا الاسم الصحيح لهذه المشاركة التي تسيطر على المركز الأول في هذه اللحظات. ننتقل إلى المركز الثاني، التواجد من الغارية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني المضمر سالم بن فاران. ننتقل إلى المركز الثالث اللي تتسلل واسمها الوجبة، تعود ملكيتها ايضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني المضمر ايضا سالم بن فاران. ورابع المراكز هذه الشحانية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ويضمرها سالم بن فاران المري. وخامس المراكز ايضا مع وايضا تابعة للشعار العنابي ممثلة في من تنطلق الان الدوحة، ايضا تعود الملكية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع المضمر سالم بن فاران المري. ولكن 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 التسلل والتقدم من مستورة تتسلل إلى المركز الخامس لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود مضمر سعد بن طالب شريم. هذا نداءنا الثاني مشاهدينا الأعزاء، عودتنا إلى التنافس القوي. يا سلام يا سلام، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ينافس نفسه بنفسه الشعار ومن خلال انطلاقة وتقدم وتسلل الوجبة. انطلقت الوجبة أيها الأعزاء، انطلقت وتسللت لتنتزع المركز الأول انتزاعا الوجبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني المضمر سالم بن فاران. المركز الثاني تصل مشاهدينا الأعزاء على ثاني المراكز هنا الغارية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الثالث الدوحة انطلقت أيها الأعزاء، أو هنا الوجبة، الوجبة انطلقت وتسللت المركز الثالث مع سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الرابع العنود لصاحب السمو أو لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم المضمر عبد الله بن نايف الهاجري. المركز الرابع الله، على خامس المراكز تصل خيرة مشاهدينا الأعزاء، تحل خيرة على خامس المراكز ضيفة على النداء، وهذه صاحبة هذا الشوط في السباق الماضي بعد معركة طاحنة مشاهدينا الأعزاء مع الغارية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني أيضا المتواجدة في هذا الشوط. انتظروا الصراع وانتظروا المعركة مشاهدينا الأعزاء ما بين الثنتين، الغارية وخيرة التي تنافست في السباق المحلي الماضي على صدارة الشوط. وأيضا هنا أسامي، هنا أسامي قوية وأسامي رنانة. أرى التسلل مشاهدينا الأعزاء، العنود أعلنت مشاهدينا الأعزاء، أعلنت الحرب على هذا الشوط، أعلنت اشتعال منافسة الشوط من خلال تقدمها وتسللها بشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب المضمر عبد الله بن نايف الهاجري. المركز الثاني اللي تتسلل من الجانب الآخر وتتقدم على ثاني المراكز الوجبة
لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. المركز الثالث هنا اللي الوجبة لسعادة الشيخ، ولكن خيرة تتقدم وتتسلل راعية هذا الشوط في السباق المحلي الأول مع سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب ومع المضمر عبيد بن شينان. المركز الثالث هنا الوجبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، المضمر سالم بن فاران. المركز الرابع الشحانية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، المضمر سالم بن فاران. وخامس المراكز هنا الدوحة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. أعود إلى العنود اللي عاندت مشاهدينا الأعزاء، العنود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب، وتلاحقها خيرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوب. المركز الثالث تصل وتتقدم الدوحة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. راعية هذا الشوط تتسلل مشاهدينا الأعزاء، خيرة 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 والدوحة وأيضا العنود، الدوحة وخيرة والعنود بقيادة خيرة ولع الشوط. دخلنا الكيلو متر الأخير، العنود تعلن الملاحقة مع شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وبقيادة سالم بن فاران. أتساءل مشاهدينا الأعزاء، هل ستنجح خيرة؟ هل ستفعلها للمرة الثانية على التوالي؟ خيرة أعلنت المقادرة. إذا مشاهدينا الأعزاء، راعية هذا الشوط في السباق الماضي تعلن بأنها الأقوى في هذا الشوط، تعلن بأنها الأجدر في هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، خيرة 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 مشاهدينا الأعزاء، اسم على مسمى، اسم ذا عصيته من السباق الماضي أيها الأعزاء، مع سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب ومع عمدة المضمرين. مشكور يا عبيد على هذه المحافظة، على هذه المواصيل التي وصلت إليها خيرة في السباق المحلي الأول وفي السباق المحلي الثاني، وما أشبه الليلة بالبارحة مشاهدينا الأعزاء، نفس السيناريو يتكرر مع خيرة. من حافظت على هذا المستوى؟ من حافظت على هذا الإبداع؟ من حافظت على هذا التميز؟ إذا للمرة الثانية على التوالي خيرة ما ذاقت الهزيمة في هذا الموسم، ما ذاقت الهزيمة. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب، وتهانينا لعبيد بن شينان المري على فوز خيرة. وأيضا التوقيت ممتاز. المركز الثاني وصلت الدوحة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. المركز الثالث العنود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. المركز الرابع الغارية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. المركز الخامس تصل الشاهينية لسمو الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني. إذا مشاهدينا الأعزاء، هذه خيرة التي فازت في هذا الشوط في السباق المحلي الأول، تعود في هذا اليوم لتثبت بأنها موجودة، لتثبت بأنها من أقوى الهجن المشاركة التي استعدت للمنافسة القوية في هذا الموسم. تهانينا لمالك خيرة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. التوقيت الزمني 8 دقائق ثانية واحدة جزءا واحد من الثانية. تهانينا لمالك خيرة سمو الشيخ حمدان بن راشد، وتهانينا لعبيد بن شيران المري. المركز الثاني وصلت في ثاني المراكز الدوحة. الدوحة قطعت المسافة في 8 دقائق 4 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، وتهانينا لسالم بن فاران المري. المركز الثالث اللي وصلت في ثالث المراكز العنود، وتوقيت العنود 8 دقائق 4 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لصاحب السمو الشيخ